عسلامة ومرحبا بكم اليوم معايا في لمسة جديدة من لمسات نوسة. اليوم حبيت نعمل معكم وصفة خلية النحل اللي هي وصفة سهلة وبسيطة، والأهم إنها مش مكلفة. ننصحكم باش تجربوها وإن شاء الله يا ربي تنجح معكم. وقبل ما نتعداو نشوفوا المراحل نتاع الوصفة نتاعنا، ماذا بيه لو كان تدخلوا للقناة، واللي مازال ماهوش مشترك فيها يشترك ويفعل الجرس باش يوصل لكم كل جديد. بالنسبة لخلية النحل شنو مش نستحقه؟ نستحقه كاس كبير ماء دافي، ونستحقه فنجان صغير شاي، فنجان يعني زيت نباتي، وعنا هوني واحدة زبادي ولا ياغورت تكون طبيعي، وعنا رشة كبيرة ملح ورشة صغيرة سكر، وعنا باكو خميرة خبز. والفرينة هوني احنا مقداش باش نستحقه باش نلمو العجينة، ما عناش ميزان واضح، احنا مش جوست باش نلمو ونشوفو وعيننا ميزاننا. نزيدو نجيبو هوني الماء، نحطو الماء ونحطو الملح والسكر بعضهم، ونحطو الخميرة، نخليهم درجين ونخلطو، نخليهم درجين يتخمروا حتى الخميرة تطلع الفقاعات نتاعها، وبعدين نرجعو نكملو المرحلة نتاعنا الأخرى. بعد ما تخمرت لي الخميرة 10 دقائق، نصبو الزبادي متاعنا ولا كعبة الياغورت ونحركو، خلوها تذوب، نذوبوها بالباهي. من بعد نبداو نزيدو الفارينة ولا الدقيق ونحركو حتى نتحصلوا على عجينة قريب تولي متماسكة، قريب تولي متماسكة، نعاود نأكد. بعد ما زدت انا هوني الفارينة مازالت سارية شوية، دونك مازلت نستحق نزيد كمية اخرى، خاطر احنا والفارينة عيننا ميزاننا. لكن قبل ما نزيد الفارينة ولا الطحين نزيدو الزيت، نحركوها بايدينا، نحركوها بايدينا بالباهي لين الزيت يدخل في العجينة، وبعدين نبداو نزيدو الفارينة متاعنا حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة، نخليوها تخمر حكاية ساعة، وبعدين نتعداو للمرحلة الأخرى. هذه العجينة متاعي بعد ما خمرت نص ساعة، أنا توا باش نمشي نشكلها كويرات صغيرة ونخليها في طبق بايركس مدهون بشوية زيت زيتونة، ماذا بينا نخليها بعد نشكلها كويرات نخليها تخمر نص ساعة أخرى. هذه خلية النحل متاعي بعد ما شكلتها وخبرت نص ساعة. الوصفة هذه إذا باش تحبوها تنشحلكم وتجيكم ممتازة جدا، لازم العجينة متاعنا تاخذ حقها في التخمير، نص ساعة قبل ما نشكلوها ونص ساعة بعد ما نشكلوها كويرات. هوني انا خليتها كيف ما هي، يعني نحب ناكلها كيف البريوش. انتوما تنجموا تحشيوها بالشوكولاتة، اذا كان تحبوا حشوتها شوكولاتة تنقصوا شوية في كمية الملح اللي حطيناها احنا في الوصفة هذية، وتحطوا مكان الملح، يعني نعملوا مغرفة صغيرة ملح ومغرفتين كبار سكر. واذا تحبوا يعني تعملوها حشوة مالحة كيما جبن ولا ريجوتا ولا اي حشوة انتم تحبوها بطبيعة، يعني باش تنحيو تعملوا رش صغيرة سكر والملح حسب ما تحبوا انتم. انا هوني باش نزينها باصفر، ندهنها باصفر بيضاء باصفر عظمة، نزيدوها قطيرة ماء صغيرة، طيرة ما صغيرة أصفر بيضة، ونكملوا ندهنوها الكل. بأصفر العظمة هذه تنجموا هوني تعملوا لها شوية قهوة سريعة الذوبان، تعطيها لون مزيان برشا حلو وقت الخبز. هوني ما تنساوش باش نخليو الفرن نتاعنا يسخن على 170 درجه، باش نحطوها درج وسط حتى لوين الطيب.
انا اللي يحب يزين يحب يخليها هكا، اللي يحب يزينها. انا عندي شويه جلجلان ولا سمسم، وعندي شويه كمون اكحل ولا سينوج. مش نعمل يعني كل واحده نحط فيها شويه. إلا مش نكمل نزينها بالطريقة هذه وندخلها للفرن وبعدين نشوفوا النتيجة النهائية متاعها.